الهايله دي والله. ربنا يخليك، انت تستاهل اكتر من كده. انا كنت ممكن اقعد ساعه اقدم عادي. الله يخليك، الله يخليك. اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب الاول. وانت بالصحه والسلامه يا رب. الريس متقال كان معترض خالص على موضوع غنائك ده. أيوة. تعال ناخد الموضوع من البدايه كده. انا بص هستغل وجودك النهارده في كل حاجه. طبعا. قصص وحكايات واغاني وايه بس بقى. كلام ما بيننا. بس كلام ما بيننا. أيوة. حد سامعنا ولا خالص. شايفنا ولا 150 مليون ولا الوطن العربي خالص. اتفضلي. ايه بقى اقنعته ازاي وكان معترض ليه الاول؟ بصي، هو الريس متقال الله يرحمه، الله يرحمه. تعب كتير في حياته الفنيه طبعا. ف عارفه انت لما ابنك مش عايز تحطيه في نفس التعب والمجهود والشقه، وعارف ان احنا شغلانتنا صعبه شويه عشان توصلي رساله للناس وتعملي مجهود فيها، فهو كان يعني بيستكفي ان هو يعني خلاص الحكايه ممكن تخلص هنا. بس انا يعني كان عندي شغف ان انا اقف على الستيج زيه. وانا كنت وانا صغير بطلع مثلا اروح معاه حفلات، اروح معاه افراح. كنت صغير قد ايه؟ اربع سنين خمس سنين. في السن. وكنت بتحاول تقلده في الغنى؟ لا، في خمس سنين انا يعني كنت متفرج. عايز يعني منبهر بالاضواء، منبهر بالناس، يعني ايه التلفزيون، يعني ايه كذا. النجم الكبير طبعا. طبعا. يعني انا اروح افتكر مره كنت في برنامج اسمه الفن الشعبي، ده كان بيجي في التلفزيون المصري. ايوه. كان بيجي كل يوم جمعه، كان تقديم الاستاذ عبد الرحمن الابنودي الله يرحمه. انا كنت موجود في مع ابويا في اليوم ده واستمتعت للغايه. كان ايامها كان الاستاذ عبد الرحمن الابنودي كان عامل فكره حلوه. برنامج اسمه السامر. فكان جايب من كل بلاد الصعيد فنان. كان الله. كان يعني هو موجود دلوقتي على اليوتيوب وعلى ماسبيرو زمان يعني. الناس لو تحب تتفرج هيعجبكم جدا. وانا كنت بقى بليه كده صغير وواقف ورا ابويا، كنت عمال اسقف وارقص وراه يعني. كان ايام حلوه. اعتراضه بقى كان لما كبرنا بقى ودخلت المجال الفني، هو ما كانش حابب ان انا اغني. ما اكتشفش ان انت صوتك حلو. احنا صعب تغني قدامه اصلا. يا خبر. بص يا رسمي اتقال على قد ما هو كان بسيط، بس كان في البيت شديد. يعني تحس ان تخاف تغني قدامه ولا تتكسف تغني قدامه؟ خوف مع كسوف مع اي حاجه، لان ما تضمنيش اصلا رد فعله هيبقى عامل ازاي. امال كنت بتدندن قدام مين طيب؟ مع حالي في الحمام. زي اي حد في الحمام. صدقيني. وهو مين بيغني؟ احنا بنبقى كتير في البيت. فكله بيتهمها في كله، محدش يقول انا. محدش يقول ده صوت مين؟ لا لا، ده راديو يابا، ولا كاسيت اي حاجه، فاهمه؟ بس فانا غنيت بصراحه من وراه. يعني انا لما دخلت برنامج ستار ميكر ما كانش هو عارف ان انا داخل البرنامج. ولما كسبت سيزون الحمد لله. هو كان مريض وشافني في المستشفى، يعني انا كنت رايح ازوره في المستشفى. فلقي ناس بتتصور معايا. ياه. فعايز في ايه يعني؟ بيتصوروا معاك ليه؟ ليه؟ كانش عارف. فانا جبت له تلفزيون في المستشفى وفرجته على ستار ميكر كان لسه بيتذاع. وانبسط جدا وقال لي ربنا يوفقك يعني. وعدت. عدت بقى، كان تعبان بقى ومريض. قدرت اكسبه في الحته دي بقى، مش قادر بقى ولا يمد ايده ولا يمد رجله. بس الحمد لله عدت يعني. طب بمناسبه بقى ستار ميكر، ساعتها الاستاذ حلمي بكر